عسلامة، أنا فالح منصوري، 28 سنة، تولدت، تربيت وكبرت بين حي المسكية، أزقتها، أنهجها وبطحيها، وبين قاع المزود وين يسكنوا دار جدي. وضعية السلينية وضعية خايبة ومزرية برشا. تعب الناس وآلامهم هو اللي خلاني نتشبث بالحياة السياسية، وهو اللي خلاني نتقدم للمحطة الانتخابية المهمة هذه، مش مليوم، لا لا لا. تشبثي بالحياة السياسية كان من 2012، من وقت اللي خليت عينيا في حديث الرش. خسارتها ما خوفتنيش، بالعكس هذا خليني نصر وخليني نكمل وندافع على مصلحة الشباب عموما، وعلى مصلحة السلينية خاصة والسلينية ككل. الناس نعرفوا وضعيتهم وحاسين بهم، تهميش، بطالة، فقر وغيره وغيره وغيره، لكن في المقابل فما برشا إيجابيات. فما ناس طموحة، وناس قادرة تقدم، وناس تحب تخدم، وناس ونعرفوا الخصائص هذه موجودة عند شباب سلينا، ونعرفوا شباب سلينا وقت اللي تتوفر له الإرادة السياسية، وقت اللي يكون عنده سند سياسي يوصل، ومش يوصل في الشأن المحلي فقط، يوصل في الشأن الدولي، وعنا برشا الأمثلة. هذاك علاش اليوم أنا طالب منكم حاجة واحدة، نكونوا اليد في اليد. هذه فرصتنا باش نكونوا اليد في اليد، وهذه فرصتنا باش نمشوا مع بعضنا سويا، وباش نخدموا حاجة لمصلحة سليانة، أمهاتنا، أبائنا، أخواتي، رفيقي وأصدقائي، في اللفهاش، في الطيب المهيري، في حي المسكية، شارع عبستار الدريدي، نهج بنزرت، قاع المزود، وسط البلاد، سليانة المدينة ككل. مانيش طالب منكم حاجة كبيرة، طالب منكم إنكم تتوجهوا لمراكز الاقتراع، أنتم وعائلتكم، نهار الانتخابات وتعطوني صوتكم، خاطرني نوعدكم باش نكون صوتكم 5 سنوات كاملة، وباش نوصل لكم صوتكم، وباش وتليفوني باش يكون محلول للناس الكل، أينما شئت. كل إنسان عنده مشكلة، أنا يدي في يده باش نمشوا للمسؤولين، وباش ندقوا البيبان، وباش نحاولوا نلقوا حل. وحل ما هوش حل معناها مرحلي، لا، حل جذري، من أجل سليانة أفضل، من أجل سليانة مدينة تليق بالناس، بنضالاتنا، بتاريخنا، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.